مساء الخير مشاهدينا عبر شاشة الفجر الجديد، نقدم لكم نشرة الأخبار نستعرض فيها أهم المشاهد الإخبارية على الساحة الكرمية والفلسطينية، وذلك ضمن برنامج طول كرم اليوم. وجهت المحكمة العسكرية اليوم لائحة اتهام بحق 5 أشخاص، 4 شبان منهم من قرية عتيل قضاء طول كرم، وخمس المعتقلين فتاة من مدينة جنين، تتهمهما إسرائيل بالتخطيط لتنفيذ عملية استشهادية باستخدام حزام ناسف. في التالي نستعرض وإياكم أزمة الرهائن العالمية التي تبدو حتى اللحظة غير مرتبطة ومتزامنة. ففي استراليا منذ ساعات الصباح تحركت وحدات خاصة لمحاولة تخليص قرابة 30 رهينة من رجل مسلح في إحدى مقاهي العاصمة سيدني، ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أبوت الحدث بالمزعج. أما في بلجيكا تمكن 4 مسلحين من احتجاز رهينة في إحدى البنايات السكنية، حيث توجهت قوات كبيرة من الشرطة البلجيكية وعناصر الأمن إلى الموقع في الوقت الذي لم تتضح فيها أسباب سيطرة المسلحين على البناية ولا دوافع احتجاز الرهائن. وفي السعودية قتل شرطي سعودي وأصيب آخر في اشتباك وقع مع رجل مسلح كان يحتجز 3 عمال رهائن في الوقت الذي باشرت الجهات المختصة بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها. سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من المواطنين في قرية الكوم وبلدة بيت أمر بمحافظة الخليل 8 إخطارات تقضي بوقف البناء في منازلهم. وفي ذات السياق سلمت طواقم بلدية الاحتلال قرار هدم إداري لمنزلة عائلة الشهيد معتز حجازي في حي الثوري ببلدة سلوان بحجة البناء دون ترخيص، علما أن المنزل قائم قبل احتلال القدس. أقامت محافظة طول كرم اليوم مجلس عزاء للشهيد الوزير زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حيث أقيم مجلس العزاء في قاعة القدس بدار المحافظة في طول كرم. الشهيد زياد هو مضرب مثل لكل الأحرار في هذا العالم بشكل عام وبالأحرار فلسطين بشكل خاص. هذا الرجل المناضل الفدائي، هذا الرجل الذي أمضى ثلث حياته في سجون الاحتلال، هذا الفدائي البطل الذي أمضى بقية عمره فدائيا بكل ما تعنيه الكلمة، أصبح عنوانا للنضال وأصبح عنوانا للتحدي. هذا فارس المقاومة الشعبية الذي لم ينظر للشكليات وتخلى عن البروتوكولات وتعمق في الفعل والعطاء من خلال التواصل مع الجماهير وتحشيد الجماهير باتجاه تطبيق ما نادت به القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن. وكان فعلا خير فدائي فارس في هذا المضمار، المقاومة الشعبية السلمية والتي يدرك الإسرائيليون تماما مدى خطورتها على احتلالهم، لأنها المؤثر الحقيقي والمنتج بإذن الله. زياد نستمد من روحه المتوثبة، نستمد من استشهاده ذا المعنى ذو الصبغة الخاصة، ذا المعنى المختلف بالطريقة بالمكان بالزمان. نستمد من كل ذلك العزيمة والإرادة
على مواصلة الدرب حتى يتحقق الانتصار العظيم بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. لا زال دم الشعب الفلسطيني متدفق نحو الأرض الفلسطينية العطشة من هذا الاحتلال. زياد أبو عين رحمه الله لن يكون آخر شهيد فداء للقدس وتحرير هذه الأرض المباركة من براثن حكومة هذا الاحتلال. فبالتالي رسالتنا اليوم في فتح ومحافظة الكرم أن زياد لم يكن شهيدا عاديا. زياد فاق بنضاله وبسقوطه أرضا هناك في ترمسعية وهو يزرع شجرة الزيتون المباركة ليقول لهذا الاستيطان أن توقف. هذه أرض فلسطينية، هذه أرض عربية خالصة، نموت ونفنى جميعا من أجل هذه الأرض ومن أجل القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين. فزياد كلنا فداء لزياد. هذا الوفاء من كل جماهير شعبنا في كل المحافظات على بيت العزاء للشهيد الوزير البطل زياد، إنما يدل على شيء، يدل على وفاء هذا الشعب العظيم لشهدائه، وأن هذا الشعب العظيم كل سائر على ضرب هؤلاء الشهداء حتى القدس بإذن الله. زياد هو حال استثنائي، هو ابن الشعب الفلسطيني، هو أراد أن يزرع هذه البلد. الإسرائيليين أو اليهود أسقطوا غصن الزيتون من يده. مدينة الكرم وكل البلاد هي بلاد زراعية تريد أن نحافظ على أرضها ونحافظ على وطنها. هكذا قدر الله في المرحلة هذه، وهكذا ما يقول يعني. فلذلك إنه إحنا يعني يوم ما جينا على تولكرم جينا على بلد ثابت ثابت، جينا على بلد الطيب، جينا على بلد الشهيد عبد الرحيم محمود أول شيء شهيد الشجرة. هذا ما نقول يعني، إرادة الله فوق كل إرادة بالنسبة لزياد. تولكرم تستقبل بيت العزاء لرحيل الوزير الشهيد وشهيد الوزير، ماذا تقول في هذا اليوم في محافظة تولكرم؟ بقول أول إشي بترحم على والدي الشهيد، شهيد الأرض، شهيد الحرية، شهيد الزيتون، بترحم على جميع شهدائنا، وبتمنى يعني أشكركم على هذا الاستقبال. كمان بتمنى أنكم تكملوا على درب وصية والدي، أنكم تكملوا في زراعة شجر الزيتون في جميع الأرض الفلسطينية حتى نراها حرة جميلة لنحافظ عليها من أجل السلام، من أجل الكرامة، من أجل الوطن. هذا وطننا يجب أن نكون له مقدمة. برنامج تولكرم اليوم يأتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. احتفلت بلدة عتيلة اليوم بتسليم مهام رئيس بلدية عتيلة سيد نشأة الدقة، وأيضا قامت بتكريم الدكتور شوقي صبحي على جهوده وعطائه بعمله بعد سنتين من تسلم المهام. كي نكرم الرئيس البلدية الذي قام بواجبه على أكمل وجه، وبنفس الوقت لنستقبل رئيسا جديدا لبلدية عتيل. هذه فكرة رائعة وممتازة أن يقوم الناس، كل الناس وكل المؤسسات، بتقديم الشكر والتكريم لرئيس بلدية أو أي مسؤول مؤسسة قام بواجبه. هذا يعني من باب الواجب الوطني والقيمي والأخلاقي، وبنفس الوقت استقبال رئيس جديد نتمنى له النجاح والتفوق أيضا في عمله لخدمة هذا البلد. وهنا أقدم كل التقدير والاحترام لكل رؤساء البلديات الذين يعملون بجد واجتهاد من أجل بناء هذا الوطن، لأنهم لهم دور كبير وكبير جدا في إعطاء صبغة قمة في الجمال، جمال البلد، البنى التحتية، كل ما له علاقة بالخدمات، الخدمات التي تقدم للمواطنين. عتيل وأبناء أهلها عودونا دائما أن يحتضنوا أبنائهم وأن يتواصلوا معهم، وهذا نوع من التواصل الاجتماعي
واحترام أبنائهم المميزون الذين قدموا خدمات لهذا البلد، ولهم مني كل الاحترام والتقدير والشكر على هذا التكريم الذي جاء بعد مرور عامين منصرمين من خدمة لرئاسة هذا البلد، وأعدهم بأن أستمر بالعطاء إن شاء الله بكل ما أتيت من قوة. اليوم احنا في حفل التكريم للدكتور شوقي صبحة بسبب انتهاء لمدة السنتين السابقتين رئاستي البلدية، وانتهائه تكريما له وتوجهه الى عمله في وزارة الزراعة. برنامج طول كرم اليوم ياتيكم برعاية شبكة مطاعم هاني هاني، خلطتنا لها مذاق لا يقاوم. أما مشاهدينا، في حالة الطقس ليوم غدا الثلاثاء لا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا في معظم المناطق خاصة الجبلية منها، ومن المتوقع أن تسود أجواء باردة في ساعات الليل وتكون الرياح شرقية مع هبات نشطة أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. بذلك مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية. لمزيد من التفاصيل بالإمكان متابعة موقعنا الإلكتروني الفجر tv.com. إلى اللقاء.